يرحم والديكم، راه اختطفت بنتي شهرين، هذه المدة شهرين ما خلينا فين قلبنا، قلبنا التعيينة، وعقبنا مشينا الجدرمية وقلنا لهم ما كاينها ما كاين، وجلسات شهرين هادي باش مشات ملي اسميتو جابوها شي وحدين فوق الموتور ودخلوها واحد الحاله، ما نقول لهم نقشوا ليها وما عرفت داك الشيء كاع اللي داروا فيها، الوشم والتكرفيس والكويان وكل شيء. بغيت دروك غير الله يرحم والدين غير تنقذوا لي هاد البنت، هاد الشيء اللي بغيت ترجع ليا كيما كانت، كيما تنعرفها، كيما بنتي. اما دروك راه تبدلات الحياه ديالها، راه معقده، راه ما لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الشيء اللي بغيت منكم، الله يرحم الوالدين، تنقذوا لي غير بنتي، ترجعوا لي كيما كانت، هاد الشيء اللي بغيت. الله يرحم والديكم، الله يجازيهم بخير، الله يرحم وليكم، تاخذوا لي حقي وصافي. هذا الشيء اللي بغيت، بغيت غير بنتي ترجع كما كانت، هذا الشيء اللي بغيت منكم، الله يرحم الوالدين. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وعائلة التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد.